أولا ساعة في علاقة بالمهرجانات اليوم راهو نجم نتدخل سياسيا وباعتبارنا أصحاب سلطة في مسألة إجرائية معينة، لكن لا يمكن أن نتدخل في تغيير ذوق الناس والذائقة العامة للناس. والذائقة العامة للناس تبنى على مدى أطوار زمنية طويلة جدا وليست وليدة اللحظة. اليوم لو نفترض أنه السيد رئيس الجمهورية كلف السيدة الوزيرة وإن كان التدخل متاعه لا محل له، لا علاقة له بالواقع ولا محل له من الإعراب لسبب بسيط. 26,000 يورو اللي باش يأخذها السيد هذايا لموريست في نهاية الأمر تنجم تكون من المستشارين، تنجم تكون تعرف أنت ما هيش المهرجانات الكل ومش الحفلات كلها مدعومة من وزارة الثقافة. هذا أولا. تدخل مدير المهرجان سيد كمال فرجاني منذ يومين اللي قدم الاعتذار وقال كيفاش تعامل مع مسألة أخرى يخلينا يخلينا نفهم اللي المهرجان يعني عنده جهة يعني مالية المستشارين هما اللي يقوموا بها والمهرجان كذلك طبعا ما في إشكال. أما لو نفترض أنه كلامه هذا في اتجاه أنه ينبغي أن يعاقب بالسجن بدل أن يجازى، إذا كان علينا أن نعاقب 8,000 ولا 10,000 تونسي بالسجن اللي حضروا الحفلة هذيك لسبب بسيط. المسألة ما هيش مسألة قرار سياسي وإلى السلطة، المسألة بكل وضوح مسألة تغير ذائقة عامة لدى كل شعوب العالم، وهذه تحدثوا عليها زوز من الناس. واحد عام 67 جو دوبور لما كتب لا سوسيتي دو سبيكتاكل، وثم رجة ارتدادية صارت على ذاك الكتاب بعد حوالي 40 سنة. ثم فيلسوف ألماني من أصول كروية هو بيونغ تشولان. بيونغ تشولان هذا كتب كتب من أكثر الكتب المثيرة للجدل. كتاب عنوانه مجتمع الاحتراق الذاتي، وكتاب عنوانه مجتمع الشفافية لسوسيتي دو ترانسبارانس. شاحكي فيهم في نهاية الأمر يقول الواقع هذا. علاش قلت لك راه الكتاب الثاني هو رجة ارتدادية على كتاب جي دوبور. جي دوبور في 67 نبه إلى كون منظومة القيم لدى كل شعوب العالم، وخاصة مع تصاعد النيوليبرالية في أواخر الستينات، وهو لما كتب الكتاب بعدها بعام صار بالضبط ليزيفينمون دو مي 68 في فرنسا. نبه لما يحدث في السنوات الأخيرة لابوجي لو بوان كولمينون لما حدث لما نبه له جي دوبور، يعني الناس تولي تلوج على الفرجة بدل الإنجاز، المشهدية بدل الإبداع، تريد أن تلعب أدوارا بدل أن تعيش حالتها، تحب إضاعة الوقت بدل استثمار الوقت، وهكذا كل شيء يتم سلعنته. ولا المواطن الكل المواطن الكوني ماشي للفرجة. آثارها في نهاية الأمر وصلنا لما يسميه هذا الفيلسوف الألماني من أصل كوريا بيونغ تشولان اللي ما يسمى الافتتان أو الشغف بالاستعراض الإباحي. حياتنا الشخصية نحب نستعرضها إباحيا. شوف أنت مواقع التواصل الاجتماعي بكل مسمياتها، إنستغرام ولا فيسبوك ولا غيره، نستعرض في حياتنا الشخصية. صحيح. المواطن اليوم الذائقة العامة متاعه تغيرت، ولا يحب يمشي للكلمة لاغروسيه، الكلمة سفاها سامحوني في الكلمة، الكلمة البليدة، وما يحبش يعبر بكلمة سلس. بس أعطيك إكزرسيس بسيط جدا. تونسي أو تونسية يمشي في أرض خلاء حيث لا طائرة تطير ولا جواد يسير، طاح في حفرة فيها فوف، أول كلمة هاو التونسي الكل يسمعوا فينا، أول كلمة باش ينطق بها زعما يقول أغيثوني، باش يقول سبحان الله، باش يقول كلمة قد سخط الكلمة الأولى ساعته دابور. هذه شيء تربينا عليه. فالسيد رئيس الجمهورية إذا كان يحب يعالج ما عالج من الزاوية هذه، ثم أسس أخرى لابد من معالجتها، المدرسة، الشارع، وبالتالي النظام المجتمعي برمته والثقافة ككل. مش المسألة المهرجانية والمسألة الفرجوية. هذاك علاش أعتقد أن المدخل نتاعه مدخل متأخر جدا وخارج الموضوع أصلا. فضلا عن ذلك نحن راهو المعجم التداولي متاعنا اللي عايشين به الكل معجم تأصل على الإباحة في زاوية كبيرة في زاوية كبيرة منه تأصل على هذا المعطى، وهو معجم تاريخي. علاش نحن التوانسة ما يكونش عندنا معجم واحد؟ هاي سكيزوفريني متاعنا وين؟ في أخلاقياتنا، في معاملاتنا، في تربيتنا الاجتماعية. نحن الكلنا عنا زوز معاجم، المعجم أو القاموس العائلي المحترم جدا اللي نحب نسوق به الصورة النموذجية متاعنا، والمعجم الفهلوي
نتاع واحد وليدها ويسلكها وفاهم الشارع وولد حومة شعبية إلى غير ذلك. لما نوحد نحن معاييرنا ومرجعيتنا القيمية والأخلاقية وقت تو ما عادش تطرح مشكلة هذه، وقت يولي السيد هذا وإحنا عارفين الأردوازة بتاعه وعارفين اللي فيديو قبل قبل ما يجي جوستومون وحافظين ومطلعين على الفيديو بتاعه قبل ما يجي ما يمشي له حتى حد. أما لما نحن نعرفه ونقصوله بالآلاف وقت يولي تدخل رئيس الجمهورية خارج الموضوع بكل وضوح. هذا مش معناه نتبنى راهو تحليل بالضبط. ويبقى السؤال، هل هو دور رئيس الجمهورية أن يتدخل في مثل هذه المسائل؟ راهو تعرف هذه تعبر على حالة أبوية شمولية مخطرة جدا. إذا كان باش ندخل في الجانب الميكرو سوسيتال ذائقة الفرد وندخل في خيارات الفرد، يا خويا خيارات الفرد غالطة ولكن ماله إلا في نصاب حريته الشخصية. اختار أن يذهب ويقص تيكي بسخت آلاف برشا آلاف لأني غالية المهرجانات هذية، واختار أن يعدي ثلاثة سوايع هكاك بطريقته. ما عنديش حق سياسي ندخله في الذائقة متاعه. أنا مطالب مش الحق مطالب سياسيا نعالج النظام المجتمعي من أسسه بالرؤى الاستراتيجية ومش الحقيقية ومش باغياكسيون معناتها حالة. فاصل وراجعين مع مولدي قاسمي.